لنا رحلة من دار أوستن وجينا هنايا إن شاء الله بحول الله. غادي تشوفوا المفاجأة دابا، عندنا واحد ريستو مغربي لقيناه ولد البلاد من مدينة فاس، وغادي تشوفوا يلاه تعالوا عنده الحقيقة. هادشي زوين، هادشي هذا زوين بزاف بزاف بزاف، هادشي خطير. واللي بغيتو كيدير ماكلة مغربية وماكلة شرقية، داكشي خطير بزاف. وهانتوما ها الاسم ديالو ها هو، وراه باين جات يومين هنايا. أوستنيت بريك، أوستنيت بريك عند حبيبنا عبد الوهاب، ها هو في الكوزينة. السلام عليكم. كيف الصحة؟ الله يحفظك. الله يحفظك. كيدير شي ماكلة خطيرة 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 بزاف. أجيو وتمعنوا ما عندكم عند سي عبد الوهاب. سيدي مرحبا بكم. قلنا شنو كديروا؟ قلنا البلاصة فين كاينه. أنا هنا دابا في أوستن تكساس 343 ساوث كونغرس افنيو. اوكي. شفت الاكل اللي كطيب؟ اكل شي حاجة مغربية ولا أكثرية مشرقية. المشرق. ما شاء الله عليك. جينا أقرب، اللي بغى يوصل عندك أقرب طريقة. تقاطع ديال الشوارع. كاين ساوث كونغرس مع ريفرسايد. شكرا. مغربي زيد اسيدي، استنى نعناع بيو. نعناع بيو اورغانيك. نعم اسيدي اورغانيك اخويا. نعناع مزروع تما تما. طلع السي عبد الوهاب. الله يحفظك اسيدي. عندنا الشاي المغربي ما شاء الله عليك سي عبد الوهاب. مرحبا. بارك الله عليكم. الشاي المغربي زيد اسيدي. شنو عندنا سي عبد الوهاب؟ اسيدي الحمص. ايه. تشيكن كباب. ايه. روز. فلافل. شكشوكا. زعلوك. زعلوك مغربي. سلاد ماروكان. زعلوك مغربي. ايه. لا صوص و بيتا براد. يلا سير سير. ثاني معانا. هذه. هذه المفاجأة الكبرى. هذه المفاجأة الكبرى. هذا هو اللي كنت كنقول لكم. بسم الله. هاني. السلام عليك في الطاجين. لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. صحة. صحة. الله عليك ما شاء الله. انا الطاجين نقسمه قبل. ها هذاك الشيء رجعت عنده. طاجين مغربي. طاجين مغربي. يا هذاك الشيء رجعت عنده. دير لاصوص عليه يجي زوين معاه ان شاء الله. يلا سيدي بصحتكم وراحتكم. سلمك يعطيك الصحه ان شاء الله. تفضل يا سيدي. بالامس مشينا عند عمنا صاحبنا عبده وتوصى فينا الراجل ودار المستوره والزايد. في الليل قبل ما نتوجه للفندق طلبنا من يدينا طاسه شاي نعناع، شاي طاسه خضراء بالنعناع. والرجل ما قصر والله، ما زال نشرب في طاسه العنتوه. مشكور عمي عبدو. صار مدمن. هاني صار مدمن على الشاي المغربي. لا انا مش مدمن شاي مغربي، انا من طول عمري اشرب في الشاي المغربي. لكن من يوم ما جيت هنا في الولايات المتحده نفتقد للطعم، هذا الطعم اللي تندار بيدين واحد مغربي طول عمره يشرب الشاي. فلهم نكهة خاصة بطريقة التحضير، هي مش طريقة التحضير، هي النفس الطيبة اللي تعطي الشاي الطعم الطيب. احنا رجعنا عند السي عبدو نتغداو عنده. ما سخيناش بالماكله ديالو. يا السي عبدو شنو عندك هنايا؟ عندنا سيدي الفريك. اييه. دجاج اوبر سالاد. اييه. عندنا سيدي سردين ماروكان. ما شاء الله زيد. تشيكن شاورما. They have two chicken. كاين سبايسي وكاين. They have spicy with cheese and regular chicken. اوكي كول. زعلوك. زعلوك. دولما يا سيدي. ورق عنب. And قلب نشوفوا الداخل. This is the special burger. برجر ماروكان. The burger Marocca. The burger Marocca. Traditional. Yes, it's traditional. Shkshuka. Shkshuka. يلا سيدي بصحتكم وراحتكم. يلا بصحة مرحبا. الله ينورك سي عبدو. يلا وريني حنت يديكم في هاد الماكلة شوفوا شنو غادي. يلا. جيتكم الماكلة سيدي. ويلكم. بينفينيدو جاكي. يا ويلكم ما تجيوش عند سي عبدو. لا اجي والله. يا ويلكم. بينفينيدو جاكي. بينفينيدو جاكي. سي. اوكي بينفينيدو جاكي. أوستن ماد بريك. أوستن ماد بريك. وهكذا كان جوتنا لمدينة أوستن. مسك بزيارتنا لأوستن ميد بريك، مطعم اللي كيوفر أكل مغربي ومشرقي بنكهة أصيلة وأثمنة جد مناسبة. أما بالنسبة للخدمات فأخونا عبد الوهاب إنسان جد متواضع ومحبوب للجميع. المرجو منكم زيارته ودعمه عند تواجدكم بهذه المدينة الساحرة. شكرا لكم.